بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها Age in Days، عمر الأيام. يعني ايه عمر الأيام؟ يعني هو هيديك مجموعة أيام تقول له فيها كام سنة، فيها كام شهر، فيها كام يوم. زي حضرتك دلوقتي، أنت مولود مثلا، أنا مولود 1/5/2000، تمام؟ فهو هيديك الأيام، وبعدين من الأيام دي تطلع فيها كام سنة وكم شهر وكم يوم. فعشان تفهم دي معايا، أنا هضطر أوريك حاجة، اللي هي بصوا معايا. أنا عندي هنا، لو عندي مثلا، خلينا نقول عندنا، أفضل بكتير نعمل كده على طول. أهو أهو أهو، تمام. اهو اهو تمام. لو قلت لك دول كام، هتقول لي دول 8. هقول لك فيهم كام اتنين، هتقول لي ادي 1 2 3 4، هتقول لي صح، تمام. اذا فيهم 4 اتنين، حلو. اذا ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو خدت الـ8 قسمتهم على الرقم اللي انا عاوزه هيديني الـ4 اللي هم دول، صح ولا غلط؟ انا قلت الـ8 فيها كام اتنين، اذا نقسم 8 على 2. حلو قوي، خلاص وضحت. خلاص معاك كذا يوم، معاك كام يوم هيديهولك. عاوز تشوف كام سنه، هتقسمها على عدد السنه اهو. فانا حاجه اقول له هنا، اول حاجه هقول له انت دايز، تمام. او هو مثلا انبوت دايز، تمام. وهقول له سي ان انبوت دايز، دول ايه؟ ده الدايز اللي هو هيديهولك. اول حاجه هقول له عاوزين ايه؟ الير. اذا هقول له الير ايكوال الانبوت دايز على 365 او 64، انا مش عارف، بس خليها 65 دلوقتي. حلو، هروح هناك، ممكن يكون مديك الدايز، نشوف كده. قال لك الديست 365 365، تمام، حلو. خلاص جبنا ايه؟ جبنا كده الير. بقسم الديز على 365 هيجيب لك فيه كام يير. طبعا المفروض هنا متغير اسمه ان يير، تمام. جبتهم، المفروض ده ايه؟ ده الير، قسمتهم. خلاص بعد كده المفروض الانبوت دايز، تمام، ماينس ايكوال، اطرح منها ايه؟ اطرح منها الانبوت دايز، تمام. ما عملت انبوت دايز ناقص ايكوال، هنقص منها ايه؟ 365 في الير اللي انا جبته. مش فاهم، هقول لك انا لو مديك هنا عدد الدايز 366، تمام. فانت لما تقسم ال 366 على 365 هيطلع لك فيها الواحد وكسر، صح؟ وبما ان بتخزنها في انتجر فبيعمل اجنور للفراكشن، تمام. اذا فيها كام؟ ال 366 فيها واحده بس 365، وهيتفضل كام؟ هيتفضل يوم. اذا الناتج ان فيها سنه وتفضل يوم، تمام. دلوقتي الانبوت ييرز، الانبوت دايز ديت اللي هي 366، خلاص انا خدت منها يير، فهضطر ارجع اطرح منها ايه؟ اطرح منها السنه بتاعتي. فقلت له انبوت دايز ماينس ايكوال ال 365 في الير، يطرح منها الير بتاعتي اللي هي كام؟ اللي هي 365، يتفضل ايه؟ اذا هنا يتفضل يوم، عشان ابدا اشتغل على الايه؟ على المنصف. حاجه هنا اقول له ايه؟ ان منصف، تمام. ايكوال ايه؟ ايكوال هقول له الانبوت دايز على 30، وهرجع ايه من الانبوت دايز كذلك، هطرح منها الايه؟ الشهور في المنصف، عدد ايام الشهور في المنصف.
وفي الاخر هيتفضل ايه؟ هيتفضل الدايز. خلاص هنا اتفضل ايه؟ الدايز. واحد يقول لي مش فاهم، مش فاهم منك اي حاجه خالص، هقول لك اصبر اصبر عليا. نمسح ده كله اهو، نبدا نشوف احنا عملنا ايه. دلوقتي هو هيديك عدد معين من الايام، وليكن 370، تمام؟ انت عاوز تجيب اليير صح؟ تمام. فقلنا نقسم 370 على 365 هيطلع لك كام؟ فيها كام سنه؟ فيها سنه، وهيفضل كام يوم؟ هيفضل 5 ايام، صح ولا غلط؟ اذا كده اليرز ديت سنه وفيها ايه؟ وتفضل 5 ايام. جميل، في مشكله؟ ما فيش مشكله. حلو، دلوقتي الانبوت دايز لسه 370، خلاص ما انا خدت منها سنه خلاص هنا. حلو، لما اروح اشتغل على المنصب هل اشتغل على نفس الايام؟ لا طبعا، المفروض انقص منها. انقص منها كام؟ انقص منها عدد السنين اللي خدتها. انا خدت كام سنه؟ خدت سنه واحده، فعشان اجيب الايام اللي هطرحها منها بضرب الير اللي انا جبتها في عدد ايام السنه. اذا واحد في 365 هطرحهم من ديت، يتفضل ايه؟ يتفضل هنا 5. ابدا بقى اشتغل على المنصب. حلو، 5 على 30 فيها كام شهر؟ فيها 0 شهر، وفي فاضل كام يوم؟ فاضل 5 ايام. خلاص الانبوت دايز اللي هي ايه؟ 5، اللي هي اخر كلمه بقت معانا 5 على 30 فيها الفراكشن طبعا، تمام، بس متخزنه في انت، هيديك 0. حلو، تمام، هيتفضل كام يوم؟ 5 ايام، تمام، مفيش مشكله. لما اجي اطرح من انبوت دايز ال 30 في المانثس كام؟ المانثس بصفر، 30 في صفر بصفر، اذا مش هطرح حاجه لان اصلا مفيش مانثس. تمام، وفي الاخر اتفضل الدايز. خلاص اتفضل الدايز فيها كام؟ فيها 5. لو جينا نعمل سي اوت ونروح نشوف كده، هو عاوز اهو اطبع الاول ييرز اهو اند لاين، عاوز نطبع ايه؟ المانثز، وهنا الانبوت دايز. تمام، هروح هناك اجيب برضو ايه؟ المانثز، وهنا الدايز. فيها مشكله؟ اظن ما فيهاش اي ايه؟ ما فيهاش اي مشكله. تاني والاخر مره عشان الناس اللي مش فاهمه، لو انت فاهم سرع الفيديو ما فيش مشكله. انا معايا الدايز، تمام، انت معاك الدايز 370 مثلا، او خلينا اهو بص ناخد انبوت من هناك اهو وليكن 400، تمام، معايا كام؟ 400. حلو، 400 تبان قوي، 400 اقسمها على 365 اهي، 400 على 365 هيتفضل يعني ال 400 على 365، ال 400 فيها كام؟ 365 فيها واحد، هيتفضل كام؟ هيتفضل 35، صح ولا غلط؟ صح، 10 على 10. جميل، تمام. دلوقتي الانبوت بتاعي في 400، لسه في 400، المفروض دول اشيل منهم 365 اللي انا خدتهم للايه؟ للير عشان ابدا اكمل. فانا قلت له الانبوت دايز اطرح لي منها عدد السنين اللي انت جبتها في عددهم، لان انا بطرح ايام، ما ينفعش اطرح ايام من سنين. فعشان اطرح ايام من ايام الانبوت دايز اهي ماينس ايكوال، طبعا انت عارف ان ماينس ايكوال معناها كده عشان الناس ما تتلخبطش برضو اهي، معناها ايكوال الانبوت دايز ماينس، ودول ما بين قوسين اهم عشان برضو ايه توضح. جميل، فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. بطرح من انبوت دايز الانبوت دايز بتاعتي ناقص ال 365 اللي هي عدد اعداد السنه، عدد ايام السنه في الير بتاعتي، في ايه؟ في الير بتاعتي اللي هو الايه؟ السنين اللي انا جبتها. حلو، خلاص خلصتهم كده، انا ايه طرحت من ده ال 365 بتوعي، اتفضل كام؟ 35. باجي هنا بقول له 35 على 30، الايه؟ ال 35 ديت فيها كام 30؟ فيها 30 واحده، يعني فيها شهر واحد وفيها 5 ايام، تمام. خلاص جبت في المانثز ان فيها شهر واحد، تمام. الانبوت دايز ما زالت، هي المفروض الانبوت دايز كانت كام؟ 35، وما زالت لغايه دلوقتي 35، لازم انقص منها الشهر اللي خدته،
فعشان نقص من الشهر اللي خدته 30 في مانثز، عدد ايام الشهر في عدد الشهور اللي انا جبتها، عشان بطرح ايه ايام برضو. خلاص طرحتهم، طرحت من دي 30 اتفضل كام، 5 هي دي الايام المتبقيه في الاخر، وطبعتهم كنترول A كنترول C، واروح اعمل لي سبميت جميل اهو. تمام اهو ايج ان ديز كنترول في، واعمل سبميت. تمام اكسبتد اهو، حد بقى اكسبتد ما تكسفنيش، اكسبتد ما فيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك واللينك دي انت تحت في الديسكريبشن، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.